أهلا وسهلا بالمشاهدين في قناة كوستارو. في هذا الفيديو سنتحدث عن مسلسل المؤسسة 8. رسميا تم إصدار قرار رسمي لتأجيل عرض الحلقة 143 لمسلسل المؤسسة 8، ومتى موعد عرض الحلقة 143؟ قبل البداية لا تنسوا الصلاة على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك والاشتراك في القناة. وهيا لنبدأ. القناة الرسمية لمسلسل المؤسسة 8 أصدرت قرار رسمي لتأجيل عرض الحلقة 143 إلى الأسبوع القادم، ولكن لم يحدد سبب التأجيل، واحتمال كبير أن التأجيل بسبب رأس السنة، لأن جميع الممثلين وطاقم المسلسلات في بداية كل سنة تكون إجازة للجميع. جميع طاقم تصوير المؤسسة 8 عاد إلى موقع التصوير، لذلك رسميا ستعرض الحلقة 143 يوم الأربعاء 10 يناير، وسيتم عرض إعلانين للحلقة 143. إذا كنت من محبي مسلسل المؤسسة 8 لا تنسى دعم المقطع بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلكم كل ما هو جديد وحصري. وإلى هنا وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.